ومن قصر الأمم تنضم إلينا زميلة دلال بوطبة. دلال، إذن لقاء الحكومة والولاة غدا هو لقاء التقييم والمتابعة ورسم الآفاق، ماذا عن أهم ملفات ومحاور اللقاء؟ أهلا ماجدة. إذا من هذا المنبر بالذات اتخذت قرارات قوية صارمة وجهت التنمية الحقيقية نحو التجسيد الفعلي، ووضعت طرق عمل وأدوات جديدة لأداء الجهاز الإداري المحلي. إذا يلتئم ولاة الجمهورية غدا بعد أقل من 4 أشهر من لقائهم الأخير في طريقة جديدة للتقييم والمتابعة والحرص الشديد على تنفيذ مختلف البرامج التنموية عبر ربوع الوطن بما يكون لها الأثر الإيجابي على المواطن. بالنسبة للمحاور يمكن أن نختصرها في ثلاثية: تحسين مستوى ومعيشة المواطن، رفع العراقيل عن الاستثمار، وبعث الحركية الاقتصادية بالموازاة مع الحركية التنموية، وكذلك الشباب. إذا ثلاثية تركز عليها لقاءات الحكومة الولاة. يمكن أن نتوقف أيضا عند التأكيد في كل مرة على تحسين شروط حياة المواطن، أحد الالتزامات الهامة التي يحرص عليها السيد الرئيس، إلى جانب إنعاش القطاعات الاستراتيجية، رفع العراقيل عن الاستثمار، الاستثمار الذي أصبح يأخذ الحيز الكبير خلال اجتماع الحكومة الولاة، تحسين الخدمة العمومية، استرجاع العقار الصناعي والفلاحي، وتوفير مناصب الشغل للشباب خاصة، طبعا إلى جانب يعني كل ما يتعلق باحتياجات المواطن. الاجتماع يتعدى كونه تقييم للبرامج التنموية الموضوعة خلال 3 سنوات الماضية، بل إلى رؤية استشرافية واستباقية لأهم القطاعات الاستراتيجية التي ينبغي على الولايات العمل عليها، كقطاع المياه، الطاقة، التعليم، السياحة، السكن. وطبعا في كل هذا احتياجات المواطن وتحسين ظروف معيشته الأولوية القصوى. إذن يلتقي الولاة غدا مع الحكومة، سيعرضون حصيلة الإنجازات، ستقيم بدقة، وكل هذا تحت شعار تنمية محلية، تقييم وأفاق. والتلفزيون الجزائري كعادته حاضر لتغطية كل الأحداث الوطنية الكبرى، أكثر من تغطية الحدث، سنوافيكم بكل كواليسه، سنقترب من المسؤولين المحليين أيضا من أجل رصد واقع التنمية والقطاع الاقتصادي. وهو كذلك دلال، شكرا لك، كنت معنا من قصر الأمم بنادي الصنوبر.